في تحضير العملية برية أكبر من اللي عم نشوفها اليوم. من فترة روسية جهزت إيران بأدوات حرب إلكترونية ورادارات ودفاعات جوية. ضرب المنشآت النووية قد يدفع إيران للرد على مفاعل ديمونا النووي ويكون أمام كارثة نووية بالمنطقة. ما فينا نحن نستبعد أنه ما ممكن إسرائيل يضربوا أي منشأة نفطية. ما فينا نستبعد أبدا. ممكن يصير في ضربة من خارج المألوف out of the box ما بتخطر على بال حدا، مثل ما صار موضوع البيجز واللاسلكيات. كل يلي حصل هو من ذلك الصباح يلي سجلوا فيه انتصار لثلاث ساعات وانقلب إلى هزيمة سنة كاملة. الصحافي إبراهيم ريحان، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان أون. أستاذ إبراهيم، بدي أبدأ أولا من العملية البرية بالجنوب التي البعض اعتبرها أنه هي يمكن مقدمة لعملية برية أوسع، كانت فقط جس نبض، كل فريق عم يتفقد قدرات الفريق الآخر. كيف بتشوف ممكن أن تتطور هذه العملية البرية ومتى؟ هلا بدنا ناخذها احنا للعمليه، بدنا نقارنها كمان بالسياسي، انه اليوم بس ينحكى انه وقفت كل جهود الوسطات او استبعاد وقف اطلاق النار، وما يحكى عن مهله امريكيه ثلاث اسابيع للاسرائيليين، يعني هذا بدل على انه في تحضير لعمليه بريه اكبر من اللي عم نشوفها اليوم. واللي بياكد عليها هي الحشودات الاسرائيليه البريه، صار في اكثر من اربع فرق موجوده على الحدود عدا عن فرق المدرعات، والحشود يلي موجود اليوم ما بتشير على حشود لعملية لكيلومتر واثنين كيلومتر كان عم ينحكى، ربما أبعد لعشرة كيلومتر وربما لخط الليطاني. فالعملية البرية اليوم هي اللي بتحكم بالسياسة. ليه؟ نحن شفنا وتيرة الغارات الإسرائيلية خفت نوعا ما بالأيام الأخيرة، بدل على أنه بنك الأهداف اللي استهدفوه الإسرائيليين طيلة الشهر اللي مرق، يعني ضربوا بنك تقريبا خلينا نقول معظم بنك الأهداف بالجو، بدأوا فرض حصار بحري على الجنوب بالبحر، وده تمهيد للعملية الواسعة البرية. اليوم السياسة تحكم العملية البرية هي التي تحكم السياسة، مثل ما صار ب 2006. 2006 أعطت واشنطن لتل أبيب ضوء أخضر العملية البرية، وانطلقت العملية البرية بعد الإخفاقات اللي صارت في حينها. كان الإنقاذ أو كان المخرج هو استصدار قرار مجلس أمن 1701. اليوم قد نشهد نفس السيناريو، بس ما فينا اليوم نشهد نفس السيناريو 2006 بالبر، لأنه الطريقة الإسرائيلية بالقتال تغيرت، والدليل بغزة. يعني لما راحوا على غزة كان أكثر المحللين عم بيقولوا أنه بكرة بس يروح أول 100 قتيل الإسرائيلي بيوقفوا الإسرائيلي بيطلبوا إطلاق النار وفوضوا على الرهائن، أو بس ينحرق 10 دبابات بيوقفوا. مبين أنه لا، العقيدة العسكرية الإسرائيلية تغيرت. وبلبنان ما بدنا ننسى، احنا اليوم في بال2006 بعد 2006 طلع تقرير لجنة فينوغراد يلي درست أسباب الإخفاقات بحرب تموز. وقت كنا بلبنان نحن عم نزقف أنه يعني بيحاسبوا يفوتوا على الحبس بعد ما فوتوهم على الحبس، كانوا هني عم بيحطوا لائحة الإخفاقات وعم بيعالجوا الثغرات يلي صارت بحرب تموز. وتبين اليوم أنه كتير تعلموا من تجربة حرب تموز ومن تجربة 82 ومن تجربة غزة قبلهم. فاليوم الإسرائيليين ما في حدا يراهن على أنه ارتفاع عدد القتلى والأضرار ممكن يوقفهم مثل ما صار بحرب تموز. يمكن نشوف سيناريو أنه يضحوا بمئات الجنود وبعشرات الدبابات ليوصلوا نهر الليطاني. وهنيك إذا وصلوا نهر الليطاني حنكون أمام أمر واقع، مش احتلال، حيفرضوا أمر واقع بالسياسة ويرجعوا ينسحبوا، لأنه هني كمان حكيوا أنه خطأ الاحتلال لن نكرره. مراكز الدراسات الإسرائيلية كلها تنصح بعدم تكرار الاحتلال نظرا لكلفته البشرية والمالية والمادية والعسكرية. فكمان نفس الوقت هذا ما يراهن عليه الإسرائيلي. بالمقابل الحزب عم بيراهن على التصدي ومنع الاجتياح الواسع والحق أكبر قدر ممكن بالأضرار من الإسرائيليين يدفعهم إلى وقف إطلاق النار. ليه؟ لأنه الحزب اليوم إمكانياته غير إمكانيات حركة حماس. حماس كانت عم تستهدف الدبابة بقذيفة الار بي جي، وبالعادي لا تدمر الدبابة هاي القذيفة خصوصا الميركافا. فاليوم لا، الحزب عنده بالمضاد للدروع من العبوات والقذائف مضادة للدروع ما هو أكثر تطورا من حماس. عنده بعد في بيحكى أنه بعد في أوراق بعد ما لعب الحزب بهذه المعركة وحيلعبهم بالأسبوعين المقبلين. فنحن يوم أمام ثلاث أسابيع حاسمة تقرر مجرى السياسي. يعني حتى الاستصدار القرار السياسي اليوم بعد ثلاثة أسابيع في انتخابات أمريكية، وهذا كمان عم بيلعب دور بالظرف بالتوقيت السياسي. يعني ممكن نشوف ثلاثة أسابيع من التوتر الكبير بالعمليات البرية والكر والفر، يرجع مش حتوقف الجبهات، حتصير في دي اسكيليشن أو محاولة خفض تصعيد إلى حين جلاء غبار الانتخابات الأمريكية ليتقرر كيف بده يروح الحل يلي من المحتمل يكون عبر استصدار قرار مجلس أمن جديد
أو تعديل على 17-01. وهذا اللي بيطمح له الإسرائيليين والأمريكان، والإسرائيليين يوم صاروا كمان عم بيقدموا 15-59 بالتطبيق. نعم. اليوم في حديث مثل ما عم تقول حضرتك إنه من اليوم للانتخابات الأمريكية الإدارة الأمريكية أمهلت نتنياهو هالثلاث أو أربع أسابيع من أجل إنه ينفذ مهمته بالجنوب، يخلي يجبر حزب الله يتراجع وراء الليطانة. قد ايه ممكن ينجح الإسرائيلي بهيك بهيدي العملية؟ موضوع النجاح من عدمه اللي بيقرره هو متابعة الميدان. يعني فينا نقول إنه الحزب سيتصدى، فينا نقول إنه الإسرائيلي غير طريقته. ما عليه، بدنا نراقب الميدان اللي هو بده يأخذنا آخر شيء على السياسي. بالنهاية وضع لبنان مختلف عن وضع غزة من حيث السياسي كمان، حيث الميدان والسياسي يختلف، وإن كان في ربط بالعناوين بالجبهتين بس وضع لبنان يختلف. يعني بغزة المصائب ممسك بزمام الأمور هي حماس، فصيل مسلح. بلبنان في جمهورية، في دولة، في مؤسسات، في جيش لبناني، في قوى أمن داخلي، في مجلس نواب، في حكومة تصريف أعمال، هو تصريف أعمال بس اسمه حكومة، في وزارات قائمة. يختلف الوضع جذريا من ناحية السياسية، والاستصدار قرار مجلس الأمن بإلزام الدولة فيه أسهل بكتير من ما يحصل بغزة، لأنه بغزة عم نحكي عن فصيل مسلح. تاني شيء، الإسرائيليين لحد اللحظة ما بيقبلوا بأي حل بغزة، بس هل هني ما بدهم حل بلبنان؟ بلا، بدهم حل بلبنان لكن على شروطهم. عشان هيك كان عم بيعلوا بالتصعيد بالموجة الأخيرة، واغتالوا أمين عام الحزب، واغتالوا رجعوا هاشم صفي الدين، واغتالوا العديد من المسؤولين بإطار الضغط لفرض واقع جديد بالسياسي وعلى الحدود اللبنانية. حديث وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب عن إنه السيد حسن نصر الله، الشهيد السيد حسن نصر الله، كان قد وافق على وقف إطلاق النار، وعلى أساس إنه نتنياهو كمان أبعث برسائل إنه نحن أيضا وافقنا على وقف إطلاق النار، وبعد ساعات قليلة تم اغتيال السيد حسن. هل هذا الاغتيال أتى من أجل أنه لا يتوقف إطلاق النار؟ نتنياهو كان بده يكفي بهذه الحرب واغتال السيد حسن من وراء القرار يلي اتخذه السيد حسن؟ لا، هو نتنياهو نفذ الاغتيال لعدة اعتبارات. الأولى حتى يبعد مسألة توقف إطلاق النار لمدة أسابيع بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية، هو الإسرائيلي بيعتقد أنه هاي الاغتيالات اللي عم بيعملها كلها هي إنجازات بيعتبره. رقم ثلاثة، اغتيال السيد حسن أدى لتوسيع حكومة نتنياهو بالداخل، وسع الائتلاف وضم لها جدعون ساعر وصارت محصنة حتى 2026، حصن حاله بالسياسة الداخلية. والاغتيال رفع من شعبية نتنياهو كمان، زي ما نلاحظ الاستطلاعات اللي عم تجرى بالداخل الإسرائيلي صار في ارتفاع بشعبية نتنياهو. وكذلك موضوع الاغتيال بيعتبر هو انه شخصيه سيد حسن استثنائيه، بيعتبره الكل بيوافق على هذه النقطه، اذا كانوا معه ضده بالسياسه بيوافقوا على انه كان شخصيه قياديه استثنائيه، واغتياله يترك اثر معنوي كبير على البيئه الحاضنه للحزب وعلى المقاتلين، وهذا شيء واقعي. يعني بيجي بيقول لا، انه ما ترك اثر كبير، لانه كان يعتبر بالنسبه للبيئه الحاضنه وحتى لحلفائه بمثابه خيمه كبيره، فقدوا كلهم الخيمه بعد هذا الاغتيال. ففي عده اسباب دفعته لتنفيذ الاغتيال لنتنياهو. كذلك الامر هي كان رساله واضحه لايران انه لن يتوانى عن استهداف اي شخصيه، وهذه مساله مهمه. يعني تهديد وصل للسيد السيستاني. لا، هلا هني قناه 14 حطوا التهديد. اول شيء قناه 14 هي قناه متطرفه جدا، وتشبه بالاعلام الاسرائيلي قنوات او الصحف اللي بنسميها الصحافه الصفراء، قناه 14. لما ياخذوا شوي هون بحكي عليهم، يتابعوا الاعلام الاسرائيلي ليعرفوا اي اعلام يؤخذ منه واي اعلام لا يؤخذ منه. في صحافه صفراء باسرائيل، مش بس بلبنان، مش بس بامريكا، في محلات في صحافه صفراء منه قناه 14. بتهديد السيد السيستاني لا اعتقد كثير جدي بهذا الموضوع، لانه السيد السيستاني بيتولى اول شيء مرجعيه دينيه ولا يتعاطى السياسي بعناوين العريضه، على عكس السيد الخامنئي بايران يلي هو مرشد المحور كلياته، مش بس مرشد ايران، مرشد كل المحور الفصائل التي تعمل مع ايران. فاغتيال السيد حسن هو رساله كمان واضحه للايرانيين، للقياده الايرانيه. نحن بنلاحظ انه بالقنصلية الإيرانية بسوريا ما تردد الإسرائيلي ليغتال محمد رضا زاهدي اللي هو نائب قائد فيلق القدس بلبنان وسوريا. مع اغتيال السيد حسن تعرض كمان خليفة محمد رضا زاهدي، يغتيل مع السيد حسن. بهجوم البيجر تعرض السفير الإيراني لإصابات، فحتى أنه قتل إسماعيل هنية بقلب طهران، وهذا كله رسائل توجه للقيادة الإيرانية بالدرجة الأولى. فعشان هيك كل هي بكرة الاغتيالات لها أهداف عديدة، مش بس أنه بس مجرد الاغتيال. يعني فينا نقول خامنئي أيضا ضمن الدائرة وبخطر بالنسبة للطريقة التي تصرف فيها الإسرائيليين اليوم. الكل في دائرة الخطر، أي شخصية هي في دائرة الخطر؟ نعم، أي شخصية شيعية
لا لا اي شخصيه تعمل مع المحور هذا، لانه في حديث انه الحرب اصبحت على الشيعة. لا لا اعتقد لا، مش هيك لم تاخذ هذا المنحى الطائفي اللي تهجروا من علم الشعب منهم شيعة، واللي تهجروا من شبع منهم شيعة، اللي تهجروا من مرجعيون وجديدة مرجعيون منهم شيعة، اللي تهجروا من القلاعة مش شيعة. اوكي الاسرائيلي ينظر الى الجغرافيا وليس الى الديموغرافيا بهذه النقطه، خصوصا بشريط الحدود الامامي. بس انه هي حرب مع هي سائبت انه المحور الذي يقاتل اليوم هو اغلبيته شيعيه، بس هي انه ناخذها لمنحة انه حرب على الشيعة. لا، في كثير شيعة بالمقلب الاخر، يعني حتى في العراق في كثير شيعة معارضين لموضوع الفصائل والميليشيات بالعراق، في كثير مش شوي منهم قله ابدا. في كتير شيعة بالعراق معارضين لسياسة إيران، وهذا خلاف قديم وجذري ومتعمق بخلاف المرجعيتين بين قم والنجف، وفي بحث طويل هذا الخلاف. بس أنه تروح عن معركة بس مع الشيعة، لا لا، أعتقد حركة حماس من شيعية بالنهاية. نعم. حركة حماس صحيح. تنظيم إخواني على الآخر يعني. نعم. إلى جانب الجبهة الميدانية جبهة دبلوماسية يقودها الرئيس بري، في يعني اليوم في تركيز كتير إلى جانب الميدان على المساعي اللي عم بيقودها، هل ممكن أن تأتي بأي نتائج الدبلوماسية؟ الدبلوماسية كان ممكن تيجي بنتائج قبل نهاية تموز، قبل اغتيال فؤاد شكر. لحديت 30 تموز كانت الدبلوماسية بتجيب نتائج، وبعد اغتيال فؤاد شكر بقي في نافذة ضيقة للدبلوماسية، بس كان في سوء تقدير للموقف الإسرائيلي من خصوصا بالداخل اللبناني. اللي صار انه ما حدا كان متوقع انه الاسرائيليين يهجموا بهي الطريقه على لبنان، وهذا كان خطا، لانه كان في حرب جاري بغزه، مطلوب اي تقدير للموقف يطلع بناء على الطريقه بيتصرف فيها الجانب الاسرائيلي بغزه، زائد واللي بيعطي كان كمان للاسرائيلي انه يهجم على لبنان. انه طيله السنوات العشر الماضيه كانت كل اغلب المناورات العسكريه الاسرائيليه والتركيز السياسي والامني والاستخباري يتركز على الساحه اللبنانيه اكثر من غيرها من الساحات، فكان عم بيحضر اللي بيرجع وبتابع بيقرا مناورات معروفه باسم عربات او مركبات النار كلها تحكي حرب مع لبنان، وكان عم بيسد ثغرات فينوغراد اللي كنا عم نحكي عنها من شوي. نعم. فكان تحضيره هو للحرب بلبنان. ما حصل بغزة خلى الإسرائيلي أول شهرين أنه ما عنده خطة جاهزة لغزة، لأنه كان بظن حماس مردوعة، ما كان عنده خطة لغزة. اللي صار أول شهرين هو ضربات انتقامية فقط، بعدين حضر خططه لغزة. أما لبنان الخطط جاهزة وبس احتاجت للمصادقة عليها من رئاسة الأركان وزير الدفاع ورئيس الوزراء. فكان في سوء تقدير للاحتمالية لشن الحرب على لبنان من لبنان الرسمي وحتى من الحزب. نعم. بالداخل اللبناني وبالسياسي يمكن هيدا الحديث لما بعد الحرب، ولكن بلش التركيز عليه. هناك حديث بعض الصحف الأمريكية تقول أنه إدارة بايدن تسعى لتشكيل حكومة لبنانية خالية من نفوذ حزب الله، يعني كان على أساس إنهاء حزب الله العسكري، صرنا أيضا إنهاء حزب الله السياسي. لا، مش إنهاء السياسي، عم تحكي عن نفوذ. والنفوذ يعني يحتاج إلى حوار مع إيران، مش الولايات المتحدة أكيد. يعني بده يكون في تدخل لدول إقليمية راعية في المرحلة المقبلة التي تالي الحرب، لإرساء التوازن السياسي. في توازن سياسي مفقود بالبلد من سنة 2010، من وقت إسقاط حكومة الحريري بال 2010، في توازن مفقود بالبلد لمصلحة فريق على آخر. هذا التوازن المفقود هو من الأسباب، وهو احد اهم الاسباب اللي وصلتنا للحالة اللي نحن فيها اليوم، لكن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى هذه الحرب. ما يحتاج لبنان، الذي يريح لبنان هو عوده التوازن. لما يقولوا يحكوا عن موضوع النفوذ، يعني اعاده التوازن الى ما قبل فتره 2010 و2008، محل ما كان في توازن بالسياسي بين كل القوى السياسيه وحتى الطوائف السياسيه. لان احنا جينا فتره اسمها الشيعية السياسية، اللي هي بتصير صارت فيها الطائفة الشيعية هي مهيمنة على القرار بالبلد، وقبلها كان في السنية السياسية اللي كانت مهيمنة على القرار بالبلد وانتهت مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقبلها كمان المارونية السياسية تعرضت لضربة باغتيال الشيخ بشير جميل، وقبلها كمان الدرزية السياسية تعرضت لضربة باغتيال كمال جنبلاط. فكل هيدي العوامل اليوم نحن بدك ترجعي على طول، كل ما طائفة تحط ايدها على البلد تعرض لخطة بدك ترجعي الى التوازن السياسي. هيدي ما مدخل الى التوازن اكثر مما هو مش ضرب سياسي. الحزب ما بينضرب بالسياسي بلبنان، لانه اول شيء يعني حزب ايديولوجي عقائدي مؤصل بالبيئة الشيعية، وبعده في له راعي اقليمي كبير قوي لهلا بعده قوي اسمه ايران. نعم. فمن الصعب اخراجه من الحياه السياسيه، لا يخرج من الحياه السياسيه، بس لابد انه يصير يوصل الى مساحات مشتركه عبر حوار الدول الاقليميه من ضمن ايران لحتى ترجعي الى التوازن السياسي بالداخل. انتهت الشيعيه السياسيه؟
تلقت ضربة كبيرة باغتيال السيد حسن. بس اليوم انه طالما في كمان في موجود الرئيس بري، الرئيس بري كان اكثر شخصيه سياسيه طيله الاشهر الماضيه عم بتنادي بالحكمه بهذا الموضوع، كان الرئيس بري يشجع على التسويه السياسيه قبل ما توصل الامور لهذا الموضوع لهون، وكان للاسف على طول في ناس تفكر انه الامريكان عم بيخدعوا وعم بيهولوا للخداع، يعني ما كان بيهولوا للخداع، بوقتها لو راحوا للتسويه السياسيه ما كنا وصلنا لهون، يعني اليوم اللي عم ممكن تقبلي فيه اللي كان معروف بورقه هوكستين او ورقه الفرنسيه او ورقه الامريكيه الفرنسيه، اليوم ما بقى مقبول عند الاسرائيليين لانه لقوا حالهم قدروا يقتلوا فؤاد شكر، ابراهيم عقيل، السيد حسن، مسؤول الاتصالات، مسؤول الوحده الصاروخيه، مسؤول الوحده الجويه، لقوا حالهم بعملهم يعتبروه انجاز، يعني ليش بده بقى يرجعوا بدهم يحطوا شروط اضافيه على هذه الورقه ما بقى بيرضوا فيها. نعم، اليوم مين بياخذ الحمل عن السيد حسن؟ الرئيس بري انه هو رئيس حركه امل بالسياسه. الرئيس بري بال2006 كان هو مفوض بالتفاوض، واليوم الحزب عادوا للرئيس بري مفوض بالتفاوض، بس يا ريت كانوا سمعوا من الرئيس بري قبل ما نوصل لهالمرحله. نعم، بما خص اليوم توسع استهدافات العدو، امبارح شفنا يمكن تحذيرات من قبله عم بيقول انه حزب الله حاطط مخازن تحت المساجد قرب الكنائس بيمكن مراكز لواء، كان يمكن لطشة من أفخاي أدرعي، هل يمكن ان تتوسع الاستهدافات كي تشمل هيك نوع من الاهداف؟ يعني امبارح استهدفوا كنيسة بصور. ملك اللي بيتابع حرب غزة بيعرف انه الاسرائيلي بهذه الحرب اللي هو بيعتبرها حرب وجودية، هو اساسا بدون ما يعتبر اي حرب وجودية بال2006 وارتكب المجازر وضرب اهداف مدنية، فكيف اليوم بما يعتبره حرب وجودية قائمة تحت عنوان بحكومة يمينية متطرفة، نتنياهو غير حرب غزة اسمها من السيوف الحديدية لحرب القيامة، يعطيها الصبغة الدينية حتى يعلل وحتى يبرر ما يرتكبه من مجازر ومن استهدافات، فما في حدا يضمن أو ما يضمن الإسرائيلي شو بيضرب ولا ما بيضرب. نعم، والمطار اليوم في أيضا حديث عن أنه في مساعي من أجل حصر نفوذ حزب الله في المطار، ويعني كان في إجراءات تم اتخاذها يوم أمس. ليش هو حزب الله عنده نفوذ بالمطار؟ اخر جوله قاموا فيها السفراء والنواب والوزراء كانت من اجل التاكيد، لكن النفوذ اللي بيحكي عنه اللي كان للحزب بالمطار هو نفوذ عبر الاجهزه الامنيه او بقصص التفتيشات او بالجمارك او، بس انا ما عندي معلومات على هذا الموضوع، هذا اللي بيحكي كان عند الدبلوماسيين. خطوه الجيش اليوم هي اللي طمأنت المجتمع الدولي وجاء بالتنسيق مع رئيس الحكومه نجيب مئاتي. الرئيس مئاتي عمل بكره اتصالات خلال الفترة الأخيرة لمحاولة حماية المطار وتجنب المطار أي استهداف، وكذلك مرفق بيروت، وإخراج الكونتينرات اللي صار من مرفق بيروت هو إجراء احترازي لم يصل أي تهديد لمرفق بيروت كما حكي. بس الرئيس مئاتي طيلة الفترة الماضية كان عم بيقوم بمجموعة اتصالات لمحاولة تحييد المطار، وتم بالاتفاق مع قائد الجيش أنه الجيش يتولى موضوع المطار لطمأنة المجتمع الدولي وليسحب الذرائع من الإسرائيليين لضرب المطار، لأنه هذا المطار هو المطار الوحيد بلبنان، وهذا بيجي بأكد لنا حاجة لمطار تاني. هذا اليوم متأكد أنه لابد من مطارين وثلاثة بلبنان مش بس مطار واحد. زائد المطار إذا ضرب المساعدات الإنسانية والعسكرية كيف تصير تجي؟ ففي تخوف كان عند الرئيس مئاتي، واشتغل بموضوع جدي عليه بالتنسيق مع الرئيس بري وقيادة الجيش لأراحوا لهذا الموضوع لطمأنة المجتمع الدولي. نعم، اليوم بما خص إيران يلي كنا عم نحكي عنها أنها تسعى إلى القنبلة النووية، وهي أيضا اليوم يمكن تترقب الرد الإسرائيلي عليها، كنا بين حديث الإسرائيلي الذي يريد ضرب مفاعل النووي لدى إيران، ومن ثم يمكن شفنا رغبة أمريكية بتخفيض هذا الرد نوعا ما وضرب أهداف عسكرية بإيران، ولكن نحن ندرك تماما الجنون الإسرائيلي. كيف ممكن أنه يكون هذا الرد أستاذ إبراهيم، خصوصا أنه يقال أنه سيكون بعد عيد الغفران لدى اليهود، أي أعتقد بعد يومين يعني في نهاية الأسبوع؟ أولا موضوع الرد على إيران بده يجي بعدة سيناريوهات. السيناريو الأول وهو ضرب المفاعلات النووية، الأمريكان لا يحمسون وما حمسوا ضرب مفاعلات نووية، وهذا يحتاج إلى مشاركة أمريكية حتى بضرب المفاعلات النووية نظرا لعمق بعض المنشآت النووية الأساسية في إيران بقلب الجبال، فهذا يحتاج إلى مشاركة أمريكية. نعم، وهي موجودة في العمق الإيراني، وما بدنا ننسى من فترة روسية جهزت إيران بأدوات حرب إلكترونية ورادارات ودفاعات جوية بغض النظر عن فعاليتها، هون نحن عم نحكي عن F-35 من عدم. نعم، بس هذا مؤشر كبير أن روسيا صارت بتعتبر بإيران نطاق استراتيجي، وكمان الولايات المتحدة لا تشجع الضرب النووي. ليه؟ لأنه الضرب للمنشآت النووية قد يدفع إيران للرد على مفاعل ديمونا النووي، نكون أمام كارثة نووية بالمنطقة. نعم، رقم اثنين هي المنشآت النفطية.
لا تريد الولايات المتحدة ضرب منشآت النفطية لعدة اعتبارات. أولاً ضرب منشآت النفطية قد يدفع إيران لإغلاق مضيق هرمز اللي هو بيعبر منه حوالي 20% من نفط العالم. رقم اثنين قد يدفع إيران للضرب منصات الغاز والنفط الإسرائيلية، يعني بصير عندك منتجين للنفط والغاز بالمنطقة صاروا خارج الخدمة، بهني إيران والإسرائيليين بيكونوا اثنين صاروا خارج الخدمة. وإغلاق مضيق هرمز عم تحكي حوالي 30 أو 25% من سوق الطاقة عبواب الشتاء لأوروبا. ما بتقدر أوبك هي لو أوبك بدها تولى المهمة، إذا إيران سكرت مضيق هرمز في دول من أوبك هونيك بهداك المضيق. ف ولو تولت أوبك الموضوع في غاز طبيعي، ما كل دول أوبك عندها غاز طبيعي، كلها عندها نفط نعم بس ما كلها عندها غاز طبيعي. زائد أوروبا اليوم على أبواب الشتاء وتستفيد من المورد، أحد موردين الأساسيين لها هو الغاز الإسرائيلي. فإذا بده يصير في ضربات على منشآت النفط بترتفع على الأسعار، وارتفاع الأسعار يؤدي إلى شو؟ إلى تضخم في الولايات المتحدة بحد ذاتها اللي هي على أعتاب انتخابات، وأصحاب الدخل المحدود من هن الشريحة الأكبر من الناخبين، هدول اللي بتأثروا بشكل مباشر بارتفاع النفط، فبيأثروا بالانتخابات الأمريكية. فعشان هيك عم تضغط الإدارة ما تنضرب منشآت النفط، مع أنه ما فينا نحن نستبعد أنه ما ممكن الإسرائيليين يضربوا أي منشأة نفطية. ما فينا نستبعد أبدا. النقطة الثالثة هي استهداف مواقع استخبارية وعسكرية تابعة للحرس الثوري أو مباني قيادات قيادة سياسية بدون اغتيالات، وأنا عم نحكي بس هيدي كمان مش أكيد أي خطوة منها حتجيب رد إيراني. اي خطوه منهم حتجيب رد ايراني، لانه اليوم ايران تعتقد انه صار في هيبتها امام المحور بالدرجه الاولى، امام المحور امام حلفاء، او رقم اثنين قدام بقية دول المنطقه، خصوصا انه في حديث انها باعت ازرعها. ما هلا بنرجع نتطرق لهذا الموضوع بتفاصيله. ف رقم اربعه انه تلجا اسرائيل لاغتيالات. ما حدا بيقدر يضمن سقف الاغتيالات عند الاسرائيليين، مثل ما كنا عم نحكي من شوي ما حدا كان بيتوقع انه يقتلوا سيد حسن بطريق. نعم. فما حدا في يضمن هذا. وفي رقم خمسة وهو الاحتمال كمان وارد أن يلجأوا إلى رد من غير مألوف، مثل ما صار بموضوع البيجرز، ولما حلقلهم بارح يوقف جالانت قال نحن حنضربهم بدون ما يعرفوا منهم إجوا وكيف وشو صار. يعني ممكن يصير في ضربة من خارج المألوف out of the box ما بتخطر عبال حدا، مثل ما صار موضوع البيجرز واللاسلكيات، هذا كله مطروح. ممكن تكون هيدي العملية الأمنية مع ضربة عسكرية ممكن، بس كل ما بيسعوا له الأمريكان اليوم أنه يضبطوا الرد والرد المقابل، أنه ما يجي لا على النفط ولا على المنشآت النووية عند الطرفين. فهذا ما يتعلق بموضوع الرد الإسرائيلي، أنه الرد الإسرائيلي حيصير وحيتبعه رد إيراني. هل حيخدنا على حرب شاملة أو أيام من تبادل الضربات؟ حتى الساعة حيخدنا على أيام من تبادل الضربات، بس الخوف والخشية أنه إذا الإسرائيلي ما بلش منشآت النووية بلش منشآت عسكرية، استغل تبادل الضربات لحتى يضرب البرنامج النووي الإيراني. نعم، يعني رح نكون أمام مثل ما قلت لك كارثة نووية. رحين نحن أمام أسبوع إذا ضربت المنشآت النووية إيران رح يردوا على المنشآت النووية إسرائيلية، حنكون أمام كارثة نووية، وهذا ما حدا بده إياه السيناريو. فالأرجح حنروح إلى أسبوعين أو ثلاثة من تبادل الضربات بين إيران والإسرائيليين، وممكن تنضم لها كمان أزرع أخرى بالمنطقة تابعة لإيران خصوصا من العراق، وإن في محاولات لتحييد هذه الأزرع. نعم، كنت عم تقول لي رح نتحدث بالتفاصيل عن أزرع إيران. هل يمكن أن تتخلى إيران عن أزرعها مقابل القنبلة النووية؟ العقيدة الأمنية والعسكرية والدفاعية لإيران تقوم كانت على القتال خارج الجغرافيا الإيرانية، يعني بالحروب الوكالة عبر الأزرع عبر الفصائل. هذه العقيدة الدفاعية لإيران، يعني لما يحطوا زراعة في لبنان، زراعة في سوريا، زراعة في بالعراق، زراعة باليمن، هذه بيعتبروا هني عم يدافعوا عن جغرافية إيران بعيدا عن جغرافية إيران. بس بالفترة بعد انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي، كان اتفاق النووي حتى نقول ليش قوية الأزرع، بس هون حتى يفهم المشاهد ليش قوية الأزرع بعد 2015. بعد 2015 إيران قبلت بتخصيب اليورانيوم على مستوى 3.75% بظن، يلي هو لا يسمح لها إطلاقا أنه تعمل قنبلة نووية. نعم، أنه تحتاج إلى منسوبات أعلى من هيك بكتير لفوق 60%. توافقت على 3.25 و 3.75، اوكي، وبعض الكميات على 20% وتستخدم باشراف الوكيل الدولي للطاقه الذريه. هاي ب 2015 لما ايران عملت اتفاق لا يضمن لها القنبله النوويه، عززت خلينا نقول بسماح من الولايات المتحده بعد هذا الاتفاق، عززت عقيدتها الدفاعيه بموضوع الاذرع. عشان هيك صار في ارتفاع صاروخي للاذرع بعد 2015. اليوم إيران تمتلك من اليورانيوم ما هو مخصب فوق نسبة 70 و 98%، اللي هي تسمح لها بإنتاج قنبلة نووية خلال فترة قصيرة متى قررت إنتاج قنبلة نووية. فإيران مع يورانيوم مخصب بهذه النسبة وأذرع بالمنطقة
ما بيمشي الحال مع الأمريكان ولا مع الإسرائيليين. فعشان هيك نحن مبارح إذا بننتبه في رسالة من بظن 35 برلماني إيراني للمجلس الأمن القومي لتغيير العقيدة الدفاعية. تغيير العقيدة الدفاعية يعني يروح إلى صناعة قنبلة نووية، يصير عندهم قنبلة نووية وبلد أزرع، بيعتبروا أنه القوة هي قنبلة نووية هي اللي بتحمي النظام في إيران، تردع أي عدوان على إيران 100%. هيك 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 عم في رأي بقلب إيران عم بيروح إلى تغيير العقيدة الدفاعية والأمنية والعسكرية بإيران عبر إنتاج القنبلة النووية. بس إنتاج القنبلة النووية سيعني أنه إيران ستفقد كثير من نفوذها الجغرافي في المنطقة لحساب القنبلة النووية. ما حيخلوها يكون عندها قنبلة نووية وأذرع وما فيها تكون عندها اثنين مع بعض، بدها تكون يا هاي يا هاي، لأنه حتى بظن كمان القنبلة النووية بالنسبة للإسرائيليين قد تكون هدف سهل، لأنه تبين من كل التجارب السنين الماضية أنه الاستخبارات الإسرائيلية خارق إيران كتير مشوي. نعم. من اغتيال محسن فخري زادة لتفجير مفاعل نتنز النووي لسوري تفجير أجهزة الطرد المركزي بمفاعل نتنز النووي بعملية أمنية كانت، وسرقة الأرشيف النووي الإيراني كليات وما حدا حس عليه. يعني في خارق إسرائيلي بقلب البرنامج النووي الإيراني، أوكي؟ فممكن بأي لحظة يعملوا أي ضربة أمنية بقلب المفاعل النووي بدون ما يحكوا. لماذا تحتاج إيران إلى أزرع إذا تمكنت من صنع القنبلة النووية وإذا كانت هيدا الأزرع مش قادرة تحميها؟ يعني شفنا هي وكل الساحات مشتعلة تم استهداف إيران بعمقها. ما أنا هذا اللي عم نحكي فيه، أنه إذا بدي يكون عندها قنبلة وأذرع بالنسبة للأمريكان ما بيمشي الحال، وحتى هي بتبطل بحاجة لهم. لا مش بطل بحاجة بالمرة. ما هي إيران قائمة على مبدأ الثورة وتصدير الثورة. إيران أساس النظام قائم على تصدير الثورة. نعم. بده يحد من النفوذ ببعض المناطق، مثل ما كان يحكوا الأمريكان عن الحد من النفوذ في لبنان. حد النفوذ في لبنان يعني مشاركة مع البقية، ما في نفوذ كامل، ما في بقى النفوذ الكامل إذا بده يصير عندك هذا المنسوب من اليورانيوم أو تعال اتفاق نووي آخر بيرجع بيحكوا. بس هلا تحكي اتفاق نووي، ما في اتفاق نووي هلا. الإدارة فين اللي بعد 3 أسابيع بأمريكا وجاي ترامب. ترامب ممكن يروح اتفاق نووي مع إيران. ترامب مرجح جدا هو اللي يعمل الاتفاق. ايران تريد برامج الاتفاق مع ترامب وليس مع ديمقراطيين، الا اذا ربحت هارس. هلا بتعملها انه ترامب ما بقى حيرجع على الاداره. يعني اذا ربحت هارس ترامب ما بقى يترشح. ليه؟ هو يعني ما بقى يترشح اذا سقط. ما بقى يترشح. نعم. بس في حال ربحت ترامب اعتقد ايران تفضل الديل مع ترامب، لانه الديل اللي بتعمله مع ترامب لن ينسحب منه اي جمهوري او اي ديمقراطي. اما اذا عملته مع كمالا هارس بكره يمكن يجي حدا من التيار الترامبي خلينا نسميه بالحزب الجمهوري يربح الانتخابات ويرجع ينسحب من الاتفاق. فتفضل ايران ان يكون لها اتفاق متين مع الاداره الجمهوريه، هذا اغلب الراي. نعم. وتنشيد تعتبر الجمهوريين اوضح وفي خط مفتوح للتواصل بين ايران وحمله ترامب. نعم. بشكل سريع، الانتخابات الامريكيه استاذ ابراهيم، نحن اقتربنا جدا من هذا الموعد، برايك بين كامالا هاريس وترامب يعني يمكن اليوم تبلش تتوضح اكثر صوره وبنفس الوقت تصير ضبابيه اكثر واكثر، شو هي اخر المعطيات؟ اخر المعطيات تتقدم كامالا هاريس بفارق 3 أو 4%، بس الفارق اليوم كل شيء عم بيصير بالشرق الاوسط ينقص من رصيد كامالا هاريس لمصلحة دونالد ترامب. كل تصعيد بيصير بالشرق الاوسط بده يصب بصندوق دونالد ترامب. ليه؟ لانه بصير الناخب العربي بالولايات المتارجحه مثل ميشيغان مثل ويسكونسن وغيرها، الناخب العربي والمسلم اثنين بيتاثروا باللي عم بيصير بالشرق الاوسط. اذا اداره بايدن ما بتقدر تعمل شيء راح يصبوا تلقائيا لحمله ترامب. وترامب كان اوفد اكثر من مسؤول عن حملته عند الناخبين العرب والمسلمين لطمانتهم انه في حال نجاحه بالانتخابات سيوقف الحرب بالشرق الاوسط بشكل فوري، بس هو ما حدد على اي اساس، بس بده يوقفها له القدره. نعم ترامب منه بايدن، ترامب منه بايدن. يستطيع التوصل لاتفاق مع ايران؟ نعم يستطيع التوصل لاتفاق مع ايران. اذا ما توسعت الحرب في يعمل اتفاق غير معلن بين الاسرائيليين والايرانيين، ايه في يعملوا دونالد ترامب؟ هذا ما تفتكره اداره بايدن. اداره بايدن ما عندها ما بدنا نسميها السطوه، بس ما بتقدر تمارس نفوذ على الاسرائيليين من المرات النادره بالتاريخ هالقد الاسرائيليين بتجاوزوا الخطوط الحمر الامريكيه. نعم. عوده ترامب الى تطبيق صفقه القرن، كيف ممكن يكون، شو ممكن تكون نتائجه اذا ما نجح طبعا بالانتخابات؟ ترامب اذا رجع طبعا حيكون الحل او ما يظن هو الحل للقضيه الفلسطينيه على طريقه ترامب. طبعا لما يحكي انه بده يعمل غزه اهم من موناكو، اكيد مش حيعمل بيعملها للفلسطينيه. دبي رقم 2 بالشرق الاوسط، شفنا الخرايط. مش للفلسطينيين عم بيعملها طبعا، مش للفلسطينيين. وترامب لما قال انا زرت غزه هو عم بيحكي انه زار اسرائيل، عم بيعتبر غزة جزء من إسرائيل. فلا، في ننطر شوي لتوضح الأمور أكثر. بس بنهاية ترامب رجل صفقات
ورجل استثمار ورجل أموال، منه رجل حروب. ممكن يوصل لصفقات معينة ويبقى قطاع غزة الفلسطينية، نعم، لأنه كل الحرب المستمرة من سنة اليوم بعد ما قدرت تهجر الفلسطينية. بس كيف تقدر إسرائيل تعمل هيدا الحلم تبعها بقلب الأراضي المحتلة إذا كان بعد في حماس حدا وفي حزب الله كمان حدا؟ نيكي حماس والحزب بعد هيدا الحرب أعتقد أنه ممكن تكون آخر الحروب، ممكن تكون آخر، ما عم نجزم، ممكن تكون آخر الحروب. أنه حماس عملت هاي الحرب بسبعة أكتوبر، فيحيى السنوار الصبح حباله يعمل هجوم، ورط المنطقة كلها، ورط المنطقة، يحيى السنوار ورط المنطقة، واللي بقول غير هيك عم يضحك على حاله. يا إما تقصير بالفهم السياسي، أوكي، يا إما مشتبه، ما في شيء بياخدك على محل تاني. شو يعني مشتبه؟ وأما مشتبه وأما متعمد هذا اللي صار. متعمد الدمار في ساحة المحور. طبعاً لأقولك ليه، لنقول ليش. قبل 7 أكتوبر كانت إيران عاملة اتفاق مع الولايات المتحدة على تبادل الرهائن وأفرج عن أكثر من 15 مليار دولار من الأموال المجمدة، كان بـ بـ بالعراق أو بدول أخرى. أوكي؟ طيب. لما قال كان بوقت، طب هذه اللحظة الإقليمية الدولية إيران تروح إلى صدام مباشر مع الولايات المتحدة وحتى مع الإسرائيليين، ولليوم تتجنب الصدام مع الإسرائيليين وبتعرف ميزان قوة يختلف، بتصير إيران مواجهة الناتو مش بس إسرائيل. فلما يقوم يحيى السنوار بهذه العملية ويوقظ صالح العروري ويبلغه لصالح العروري اللي ما كان معه خبر بالعملية، لا يروح يوقظ الأمين العام للحزب ويبلغه للسيد حسن وعم في عملية بعد نص ساعة. طيب هيدي العمليه كان مقرر حسب ما بيقولوا اوساط المحور انه هيدي كانت مقرره تصير من عده جبهات بالوقت عينه بتاريخ معين، ما بعرف 2025 نهايه بخمس نهايه 25 او اذا تعرضت ايران لهجمه على مشاهدات النوويه الظروف ما بعرف، بس كان هي الخطه على اساس من كذا جبهه ارتقوا ياخذ الشق اللي عنده اياه ويقوم فيه. طيب بعد تجاوز غلاف غزه، بعد ما تجاوز غلاف غزه لم يكتفي بالعسكريين، راح على المستوطنين وكله عم بيتوثق ويتصور وكان عم بيعطي كأنه يحضر كل المبررات للإسرائيليين لضرب قطاع غزة. فهل يحيى السنوار قصير النظر في السياسي؟ ربما، هل هو مشتبه كمان؟ ربما، بس هيدا شيء واقع على أولا حركة حماس أن تعترف بهذا الموضوع، بعضهم لليوم بينظروا له كبطل قومي، أحد مسؤولي حماس بيقول أنه خسائر غزة تكتيكية في هيدي المعركة، في 50,000 شهيد مدني، شو التكتيك؟ شو الاستراتيجي بمفهومك يعني؟ بس يموت 50,000 وعدا اللي تحت الأنقاض، عدا مئات عشرات آلاف المعوقين، عدا الأيتام وعدا الأرامل وعدا الدمار اللي صار بالبنى التحتية والمستشفيات والاقتصاد وموانئ الصيد، وهو كله انتهت غزة. بيجي بيقول لك الخسائر العدو استراتيجي، نحن تكتيكي، يعني بأي عقل واحد ممكن يتفاهم مع هذول الناس؟ نعم، هذه كمان نقطة، عشان هيك بالضروري نحكي على الموضوع أنه كل يلي حصل هو من ذلك الصباح يلي سجلوا فيه انتصار لثلاث ساعات وانقلب إلى هزيمة سنة كاملة. نعم. سؤال أخير كرمال نختم، أستاذ إبراهيم، اليوم لللبنانيين وللشعب العربي كيف بتقولوا متجهة المنطقة؟ اليوم نحن متجهين نحو أسابيع قاسية، القساوي يأتي بعد التصويت، وطالما انتقل النار بالإقليم وانتشر من غزة إلى لبنان و سوريا وهلأ بين إيران والإسرائيليين، حتما في لحظة معينة بدك تروحي إلى تسوي، بس ما هو شكل التسوي؟ ما حدا في يقدر شكل التسوي، لأنه مثل كنا بنحكي إلى حين جلاء غبار الانتخابات الأمريكية في حين تظهر كل مؤشرات التسوية، بس اليوم ما حدا يران على تسوي سريعة إلا إذا صار شيء غير متوقع أو إلا إذا نتنياهو فاق الصبح وقرر يروح للتسوي. الصحفي والكاتب السياسي أستاذ إبراهيم ريحان، بشكرك على هذا الحوار. شكرا على وقتك. شكراً.